الحمص بهدف تعزيز طاقات الشباب وإمكانياتهم العلمية. انطلقت دورات تدريبية علمية تخصصية ومجانية في مجالي المعلوماتية والماتلاب، يلي ضمت على مقاعدة أكثر من 1000 طالب وطالبة. الفكرة بدأت بشكل تطوعي من قبل مدربين، والهدف بتخفيف الأعباء المادية والاقتصادية للطلبة وأيضاً تعزيز ثقافة التطوع. الفكرة هي بسيطة ولكنها عظيمة أيضاً. بسيطة أننا استطعنا أن نهيئ الكوادر المناسبة من خلال كليات الهندسات الموجودة لدينا في جامعة البعث، وعميقة أننا استطعنا أن نأتي بعدد كبير من الطلبة، أكثر تقريباً حوالي 1000 طالب، ليتدربوا مجاناً من خلال دورات يعني صقل للموهبة وصقل أيضا للمعارف، تثقيل للمعارف، تثقيل للاختصاص وصقل للمواهب والخبرات الهندسية. تأتي هذه الدورات لتكريس العمل التطوعي بين أبنائنا الطلاب والأساتذة. كما تعلمون الطالب يحتاج إلى دورات إضافية من أجل تعزيز الخبرات التي يكتسبها في الدراسة وأيضا في العمل المهني ليكون جاهزا لسوق العمل. وتأتي هذه الدورات من خلال الأساتذة نشر العلم والمعرفة بين أبنائنا الطلاب ليكونوا جاهزين لهذا الموضوع. وطبعا الرسالة هنا أن جامعة البعث هذا الصرح العلمي العظيم الذي من مهمته تأهيل الكوادر العلمية القادرة على العمل في سوق العمل وتنمية المجتمع. دورات هي عبارة عن 4 دورات بتفيدهم كثير بحياتهم العملية مشان يساعدونا ويكون ايد وحده في بناء سوريا الحديثه. الدورات بتفيدنا مستقبليا بمشروع التخرج وبالسنه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وبتفيدنا مستقبليا لعملنا كمهندسين بالمستقبل ان شاء الله. مجال عملنا بتفيدنا بانه اي شيء بدنا نعمله من مشروع من جداول كلياتنا بتساعدنا على انه تفيدنا باعداد هاي الشغلات كلياتها. تطور التكنولوجيا عنا اياه هون اهم طريقه وخلينا نوصل المعلومه اسرع، تخزينا بأكثر من طريقة ونستفاد منها أكثر. مهاراتنا الحسابية ومهارتنا الحاسوبية والمعلوماتية مشان لقدام ننجز أعمالنا بسرعة ومشان بناء سوريا الحديثة والمتجددة. على مقاعد جامعة البعث وضمن اختصاصات علمية وهندسية، تطبيقات وبرامج لاقت تفاعل كبير من الطلاب، وممكن تكون بداية الطريق لتفعيل الجانب التدريبي العملي ليكون مكمل أساسي للشهادة الأكاديمية.